السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في حد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس من المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 8/9/2024. تحية للزيتون مرجان. شكرا لك. مرحبا. مرحبا. وكا أحبابنا. والحاج والحاج والقطاس كلي نار توان التمن كلي اللي بغى الشوايه يعطي الشوايه واللي بغى القديم تعطي القديم. ديما احنا في حد ولاد عبدون بخريبكه. زيد الغطاس قول لنا بشحال التتبيع تشد؟ كبده 3200 كيلو. 3200 كيلو الكبده طيبه بخبزه بكل شيء ليها. وفسر لنا الاحلام. كل شيء كيلو ونص. كيلو وربع. عطيت مصطفى عندك هذاك اللي جابوا مالي من هنا. عاود الحساب تاع القديم. 40 كله حطيتهم في وحده، كيلو وربع وحده هاهو. اه. كنت لقى 3200 الكيلو. 800 الرابعه، نص كيلو 1600. والقضبان بشحال تبيع؟ 50 ريال الواحد. حد ولاد عبدون بخريب. انا احنا خدامين. واللي بغى يشوي عندك شي واحد بشحال تشوي ليه؟ 20 درهم الكيلو. يجيب اللحم ولا كوتليت ولا كبده ولا هذاك الشيء ما عنده مشكل. جبتي من جهه اخرى خود، ما جبتي من جهه خود ما عنده لي عجبك، ما عنده هو مشكل. باش نقولوا المشاهدين قناه الزيتون مرجان. والحباب تونا في مكانه. واحد شوية ديال الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. ديما احنا في اللي بغى الشبكه تيصاوب لي الشبكه، واللي بغى القديم يصاوب لي القديم. كيما تشوفوا هنا عند الغطاس في حد ولاد عبدون، وراه صاحبنا يمشي لاثنين بن حمد ويمشي لثلاث الاولاد وخميس ولاد مراح بسيدي حجاج. عنده اربعه سوار معروف الكزاره والبيجاع والشرايا والحريق. مرحبا. صوروا دوزوا للهين. قلب في البرد ودير. اتمنى يا وليدي اتمنى ابوها. مرحبا بالناس نابولي جميع الجالية المغربية في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. جيتي تلا جيتي ما تصورناش. الله يرحمك. صورك أنا بحالك سيد. احنا عند الغطاس هنا في حد ولاد عبدون بخريبكة، وهذا حمو الإمام تاع جمعة ولاد عبدون ولا حد ولاد عبدون. إمام تاع هو قال لي تيذبح الكزارة هنايا وتصرخ يصرخ تصرخ الجبال ويصرخ كل شيء.
قول لي سي حمو اللحم تاع الشمال كي داير هنا في ولاد عبدون؟ حاجه مليحه عند ولاد ورقه ياك عالصغر عالبكر عالصغر البكر عالصغر 20 كيلو ب 2000 2000 ريال داروا لي 2000 ريال عم غاني وخو داروا لي 2000 ريال داروا لي 2000 ريال البقر 1900 والبقر 1900 من 24100 الغنم ب قالوا لي 2200 حاجه مليحه حاجه مليحه 24100 تبدا 26100 حاجه مليحه هذا راه قال لي ميم اللي تيذبح الجزار هنا في حد ولاد عبدون بخريف شي عاد غطاس ها الحبيب وكي جاك الشيء عند الغطاس هو غطاس مليح حنا شاوين عند واه مرحبا كون راسك كون راسك راه بغيت تعيش كاين على الموت كاين على الموت كاين على الموت كون راسك ما حد حد راه مولي الكات راه كيدور ياك كون راسك مولي الكات راه بدل لي الروايط دار روايط جداد ولا شنو؟ لا تخلي الوراثة كون راسك تجيب منا احنا في حد ولاد عبد الزيتوني كون راسك هات كون راسك تخبط ليها شوش كوزنا في الله عاش الملك عاش الملك فعلا عاش الملك عاش الملك 100000 مليون مرة مليارات الخطرة ما تقنعوش من كلامه الله ينصر سيدنا امين يا ربي زين خير موجود تبارك الله خير موجود فلوس موجوده المهم موجوده النعناع البصله معطيشه خير موجود الحمد لله سيدي ربي الحمد لله المغرب الناس كتمشي تخدم مع فين سويسرا وتجيب الفلوس وتجي للمغرب المغرب السياحه الماء امطار المكتب الشريف والصفات خير موجود خدامه العسكر كلشي كول بيديك وجديك معطيشه البصلة والدنجير والخوخ عفر الحمد لله هذا فضل تاع الله شوف كبادي شوف خير موجود ما كايناش ياكل درويش ياكل غني ياكل عاش الملك امين هذا كما تشوفوا الخيرات حد ولاد عبدون بخري بكا وجيب خدامة الحاج والغطاس والغطاس وجيب خدامة تتسقرب 140 جيب منا احنا في حد ولاد عبدون البخري رضوان هز هنا رضوان وراه بغى يبغى 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 يقتاسدو ما قنع عندها كيدك تسمع على الحدانية ما تسداش من واصل حاج ايه لا شوف نادم راه حدام هاربين منهم يا الحباب وزيتون وشت الحبين ما كاينينش الحاج بالكم من نام زيتوني بقيت معطل